السلام عليكم. شهدت العاصمة المؤقتة عدن عملية إرهابية استهدفت تجمعا للمجندين الجدد وسط المدينة. سيارة مفخخة انفجرت أمام موقع تابع لما يسمى بكتائب المحضار إحدى فصائل المقاومة الجنوبية في منطقة الشيخ عثمان، استهدفت طالبي التجنيد بينما كانوا يحملون ملفاتهم وأمالهم في البحث عن فرصة أمل، غير مدركين أنهم سيكونون فريسة الجماعة الإرهابية التي ترصدت أنفاسهم في طابور أعزل. كانت سيارة الموت فيه تغتال اللحظات الأولى لمشوار حياتهم العملية. منظمة أطباء بلا حدود من جهتها ذكرت أن مستشفى تابع للمنظمة في عدن جنوبي اليمن استقبل أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى جراء الانفجار. وتأتي هذه العمليات في إطار ردود الفعل الإرهابية بعد التقدم العسكري من قبل الجيش الوطني والمقاومة في مكافحة الإرهاب. يقول مراقبون إن الاستراتيجية العسكرية لمكافحة الإرهاب لا تصاحبها استراتيجية أمنية تعمل على مواجهة العمليات الانتقامية للتنظيم الإرهابي والخيوط المرئية وغير المرئية، ومن بينها الاستخدام السياسي لداعش. من جهته أعلن تنظيم يطلق على نفسه الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجير. وعلى الصعيد الحكومي أصدر المكتب الإعلامي لأمن عدن بيان إدانة للعملية الإرهابية، مشيرا إلى أن تلك العمليات التي وصفها باليائسة جاءت عقب تلقيها ضربات موجعة ومركزة على يد رجال الأمن البواسل والمقاومة الجنوبية، وأسفرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن اعتقال العشرات من قيادات وعناصر هذه الجماعات. مشاهدينا الكرام، حلقة المساء اليمني تناقش استهداف عدن من قبل الإرهاب الموجه، فأهلا بكم ودعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أكثر من 50 شهيدا و 120 جريحا في تفجير بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت مركز تجنيد في مديرية الشيخ عثمان. ضربة جديدة تتلقاها عدن في جسدها المثخن بالأوجاع وبنفس الطريقة التي اعتادت رسم الجريمة ذاتها وإن اختلفت أسماء الجناه. العملية الانتحارية أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنها ونفذها الانتحاري الذي كناه التنظيم بأبو سفيان العدني الذي هاجم معسكرا للتجنيد في المدينة بسيارة مفخخة. وتأتي هذه العملية في سياق مسلسل استهداف المجندين بتفجيرات عدة سبقتها، فقبلها تم استهداف مجندين في معسكر بدر وسط عدن وراح ضحيته أكثر من 40 مجندا، وبعد ذلك كان تفجير معسكر رأس عباس والذي راح ضحيته حوالي 15 شخصا، والذي أعقبه استهداف تجمع للمجندين في الشيخ عثمان ونتج عنه 7 شهداء، ليأتي بعد ذلك التفجير الذي استهدف المجندين في معسكر النجدة بالمكلا وأسفر عن وقوع 40 شهيدا. سلسلة طويلة إذن من العمليات الإرهابية التي تستهدف المجندين سقط جراءها عشرات الضحايا دون أن تبدي الجهات الرسمية أي مواقف واضحة أو تحسن من وضعها الأمني لحماية قواتها. وفي الوقت الذي يجري فيه الحديث عن الجيش المؤيد للمخلوع صالح وضرورة بناء جيش وطني بمعزل عن الولاءات الضيقة، يأتي الاستهداف الممنهج للمجندين الجدد بحسب مراقبين للحيلولة دون تشكيل جيش ذي ولاء وطني، استنكار واسع لتكرار العمليات الجسيمة التي استهدفت المجندين باعتبارها تهدد مشروع بناء الجيش الوطني، ومطالبات للوقوف بجدية وحزم أمام هذا الملف وتجديد الإجراءات الأمنية خلال سير عمليات التجنيد للحيلولة دون تغلغل الجماعات المتطرفة التي تربطها علاقة بقوى الإنقلاب. البيان الصادر عن مكتب إعلام أمن عدن أكد أن هذه العمليات تأتي عقب تلقي الجماعات الإرهابية ضربات موجعة أسفرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن اعتقال العشرات من قيادات وعناصر هذه الجماعات ومداهمة عدد من أوكارها في كل من عدن ولحج وأبين. مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الحادث وأبعاده ينضم معنا عبر الهاتف دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام من لندن. مساء الخير دكتور عيدروس. مساء النور والعافية. أهلا.
بداية رحمة الله على شهدائنا وعظيم تعازينا لأهاليهم وللوطن. أستاذ الدكتور عيدروس، شهدت العاصمة عدن هذه العملية الإرهابية وليست الأخيرة في سلسلة هجمات إرهابية كثيرة، تفجير انتحاري استهدف تجمع للمجندين الجدد وسط المدينة. برأيك لو بدأنا نتحدث عن هذا الاستهداف المتكرر للمجندين يعني وخاصة حول عملية اليوم تحديدا؟ شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله، وتحياتي لك ولقناة بلقيس وللمشاهدين الكرام. وفي البدء لابد من التوجه بالتعازي الحار والترحم على أرواح الشهداء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجرحى وأن يتقبل هؤلاء الشهداء في فسيح جناته. وفي الحقيقة يعني لابد من النظر إلى هذه الحادثة اليوم بصلتها بجميع الحوادث الأمنية وبالمشهد الأمني بشكل عام في عدن وفي المناطق التي نسميها مناطق محررة. نعم. يعني السلطات المحلية التي بدأت تبني نفسها من الصفر هي يعني هي تبني على أساس تبني على خرابة مدمرة من الأجهزة الأمنية والإدارية والقضائية والتمويلية والخدمية بشكل عام، وكل أدوات الدولة هي غائبة والبداية يعني تأتي من الصفر، وبالتالي فإن المبارزة هنا أو المواجهة هي بين عصابات إجرامية تمتلك إمكانيات تفوق إمكانيات الدولة ودولة لا تمتلك ما تمتلكه جمعية خيرية، وبالتالي يمكن لنا في هذا الإطار تفهم هذه الحوادث الإجرامية التي شهدها عدن. نعم. لابد من قراءتها في إطار المشهد الصراعي العام الذي تشهده اليمن. نحن لدينا مشروعين، لا يوجد مشروع ثالث، المشروع الإنقلابي والمشروع الذي تتبنى السلطات الشرعية مثلا بالرئيس هادي وممثل في السلطات المحلية محافظة عدن كممثل للسلطة الشرعية. هذا المشروع الإنقلابيون يستخدمون مختلف الأدوات، هم هجموا على عدن وهجموا على المحافظات كما هي تعز ومأرب وغيرها من المحافظات والبيضاء وسواها وشنوا حربهم المعروفة، وعندما هزموا استخدموا الخطابة تأتي من خلال عمليات التخريب. هذه المجاميع التي يتم القبض على بعض أفرادها تكشف حقائق أتوقع أن تكشف عنها الأجهزة الأمنية، وأتمنى على الأجهزة الأمنية أن تكشف لنا الحقائق التي. نعم، لكن دكتور عيدروس عند هذه النقطة تحديدا والمدرب والموجه والمخطط لهذه العمليات الإجرامية. نعم دكتور عيدروس، يعني عند هذه النقطة اسمح لي للمقاطعة، يعني هذه ليست العملية الأولى ونأمل أن تكون الأخيرة، لم يكشف عن أي تحقيق سابق من قبل ولا أي يعني معتقلين يتحدثون عن مثل هذه الأحداث الإرهابية أو صلتهم بها، لما حتى الآن لم يعني أنت تفضلت بالقول أن يعني أن هناك القبض على بعض المجاميع المسلحة، لما لا يتم مكاشفة الناس بما يحدث؟ الحقيقة مثل هذا السؤال يجب أن يطرح على الأجهزة الأمنية، وأنا مرات كثيرة تناولت هذا في كتاباتي أن نعم. الحرب ليست فقط ليست حرب مواجهة بالبندقية، بل هي أيضا الحرب الإعلامية تأتي في المرتبة الأولى. الناس ينتظرون حقائق. أنا ما زلت أتذكر العصابات التخريبية التي كانت تدخل إلى عدن أو إلى أبين أو إلى شبوة ويتم القبض على أفرادها فتقدم للمحاكمة ويقدموا حقائق مذهلة تزرع الثقة عند المواطنين عندما يسمعون لا. من هي الجهات الممولة والمتبنية لهذه العمليات. أنا أعتقد أنه في طور يعني في إطار بناء الأجهزة الأمنية، يبدو لي أن الأجهزة الأمنية في عدن وفي المحافظات المحررة تراكم خبرات، لكنها تراكمها ببطء شديد، وبالتالي هي تخوض مواجهة مع المسلحين، تخوض مواجهة مع العصابات، يتم كشف مجاميع في أوكار مختبئة أو تخطط ومخابئ أسلحة وغيرها، لكن هذا وحده لا يكفي إذا لم تكشف الحقائق التي تقف وراء هذه العمليات. أنا أظن نعم، اسمح لنا فقط دكتور عيدروس، يعني المواطنون
من يمول ومن يدرب ومن يخطط ومن يقود ومن يوجه هذه. سأعود إليك عند هذه النقاط التي ذكرتها دكتور عيدروس، ولكن اسمح لنا أن ننتقل إلى الوضع في عدن، يعني الوضع الصحي بالذات. سينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ الخضر الأسور مدير مكتب الصحة بعدن عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ الخضر. يا مساء النور لكم والأخوة المشاهدين جميعا. خالص تعزينا أستاذ الخضر، وبداية ما هي حصيلة الانفجار الإرهابي الذي وقع اليوم؟ أولا سيدتي نتقدم بحضر التعازي لأهالي وذوي الشهداء مجزرة هذا اليوم، كما أيضا نتمنى من الله العلي القدير الشفاء العاجل لكل الجرحى، ونتمنى إن شاء الله أن تمر هذه الأزمة وهذه الظروف الصعبة التي نمر فيها بشكل عام على مستوى اليمن ومدينتنا عدن الحبيبة التي دائما ما تنال يعني قسط كبير من مثل هذه العمليات التي يندى لها الجبين. وكانت حصيلة اليوم إلى وقت الظهيرة 54 شهيد بالإضافة إلى 67 جريح. للأسف ارتفع عدد الشهداء أيضا إلى 58 شهيد. نعم. حصيلة طبعا مأساة إنسانية، والحصيلة طبعا مرتفعة جدا. صحيح. استقبلتها مستشفيات محافظة عدن، منها مستشفى أطباء بلا حدود، مستشفى 22 مايو، مستشفى خليفة بن زايد، مستشفى الجمهوري التعليمي، أيضا المستشفيات الخاصة الأخرى مثل مستشفى الوالي والنقيب ومستشفى صابر. نعم. يعني كيف هي استعدادات هذه المستشفيات الطبية لاستقبال الضحايا، خصوصا أنه عدد كبير كما تفضلت؟ طبعا إمكانياتنا هي إمكانيات محدودة، إمكانيات متواضعة، لكن بتفاعل الخيرين، بتفاعل أيضا القيادات في المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية، الأخوان في أطباء بلا حدود كرسوا جهودهم لاستقبال هذه الحالات والتعامل الإنساني البحث، وكان أيضا لدور لسيارات الإسعاف والمسعفين سواء كان من المواطنين أو من الذين خرجوا أيضا من هذه المستشفيات في الصباح الباكر. طبعا كانت الحادثة مروعة وكانت في الصباح، استقبلت هذه المستشفيات أيضا، وكانت هناك يعني استعدادات لا بأس بها، ولو أنه نحن خاصة في مجال نقل الدم كانت عندنا بعض الغصور أو بعض النقص، اضطرينا إلى أنه أيضا نحمل نداء إلى المواطنين في هذه المحافظة أن يأتوا إلى المستشفيات الخاصة والعامة للتبرع بالدم. وكان أيضا استجابة الأخوان المواطنين كانت استجابة طيبة، كما عهدنا من هذه المحافظة أيضا الناس الطيبين هم أكثر. نعم. يعني هذا ما نعهده عادة من المواطنين. نعم. حسن المبادرة. كيف كانت استجابة السلطة المحلية والتحالف في مسألة إسعاف الجرحى وأيضا عملية التطبيب؟ السلطات المحلية طبعا هي ممثلة بمكتب الصحة، يعني نحن كنا على اتصال مباشر بهذه المستشفيات، اتصال بزملائنا الأطباء، وأيضا كان لنا تواصل أيضا مع قيادة المحافظة، مع الأخ المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، وأيضا قيادة المحافظة من الأخوان الوكلاء. كان في كثير في تجاوب أيضا، في كان أيضا لتوجيهات قامت الأخ رئيس الجمهورية بأنه يتم علاج الجرحى في هذه المستشفيات على حساب الدولة، وايضا المستشفيات الحكوميه ايضا كانت استعداداتها يعني لا باس بها، لان ايضا هي مدعومه من الاخوان في التحالف، وخاصه مستشفى الجمهوريه مستشفى 20 مايو، دعم مباشر من الاخوان في الهلال الاحمر الاماراتي، سواء كان يعني في مساله امدادنا بالادويه او ايضا بالمستلزمات الطبيه. تواصلنا ايضا مع الاخوان في منظمه الصحه العالميه الذين ايضا مولونا بسيرجيكال كيتس بالنسبة خاصة في مستشفى الجمهورية. كانت يعني التجاوب يعني عند مستوى المسؤولية، وكانت ولهذا كانت النتائج لا بأس بها، ولو أنه يعني الانفجار هو انفجار ضخم ومرعب. نعم. سمع على مستوى المحافظة،
وكانت الإصابات بالغة طبعا. نعم، رحمة الله عليهم، شكرا جزيلا لك. الأستاذ الخضر الأسور مدير مكتب الصحة بعدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك دكتور عيدروس. دكتور عيدروس، يعني عدد كبير رحمة الله عليهم، كما تحدث لنا الأستاذ الخضر الأسور عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 58 شهيدا وجرح 67، أيضا حول يعني أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين في نقل الدم ورعاية هؤلاء الجرحى في مستشفيات عدن الخاصة والحكومية. لو سألتك أستاذ الدكتور عيدروس، ما الذي يحمل مثل هذا الاستهداف للمجندين من إشارات وأبعاد؟ شكرا جزيلا. يعني زي ما قلت انا في بدايه حديثي، الحادث اليوم ليس بمعزل عن بقيه الحوادث، هو جزء من المشهد الصراعي العام في البلد. وبعد ان تم يعني حسم المعركه العسكريه المواجهه المباشره مع الطرف الانقلابي، لجأ ومناصروه الى هذه العمليات التفجيريه، التفخيخ، العمليات الارهاب، التفجير، الاغتيالات، زعزعت الاوضاع الامنيه. هناك هدفان لهذه القضيه، الهدف الاول هو يعني ارباك المشهد الامني وخلط الاوراق وخلق حاله من القلق والخوف والذعر بين اوساط المواطنين. والهدف الثاني وهو متصل بهذا الهدف، وهو زعزعه الثقه بالسلطه المحليه وتثبيت الصورة التي يراد تثبيتها، وهو أن الجنوب يعني وطن للإرهابيين وأن عدن منطقة غير آمنة. للأسف الشديد غياب السلطة الرسمية، وأقصد بذلك مؤسسة الدولة، غيابها واستعبابها للإقامة بالخارج سيعزز من هذه الصورة. أنا أعرف أن الأجهزة الأمنية حققت نجاحات كبيرة خلال الأيام الماضية، وفي هذا السياق يعني من المنطقي العام ان الطرف المهزوم سواء كان داعش او الحوثيين وصالح لا يعني لا يشعروا بسعاده لوجود هذه الانتصارات، ولذلك يحاولوا ان يطهروا لانفسهم من خلال هذه العمليات التفجيريه. نعم، يعني لو نعم. لو ركزنا في البيان الذي أطلق بعد العملية مباشرة بما يعرف بالدولة الإسلامية، يعني ألا يلفت الانتباه كلمة ميليشيا هذه، وهذه هي الكلمة التي يستخدمها عادة يعني المخلوع وأيضا الحوثي وأيضا الطرف من أطراف الحياد الذين يتحدثون عن ميليشيا للطرفين، أليس هذا هو كان جيش وطني ونوال جيش وطني حتى يتم الحديث عنه كميليشيا؟ ما هو الرابط بين يعني استخدام نفس المسمى دكتور عيدروس؟ أولا أنا ليس لدي شك، ليس لدي ذرة من الشك بأن كل العمليات التفجيرية التي تتبناها داعش أو تتبنيها أي منظمة من هذه المنظمات الزئبقية ليست سوى أعمال هي في أقل الحالات هي بالتنسيق مع جناح داخل سلطة علي عبد الله صالح، هو مكلف وهي معروفة للقاضي والداني. كان عمار محمد عبد الله صالح وطارق محمد عبد الله صالح مكلفان بالجماعات الإرهابية، مش بمحاربتها بل بالتنسيق معها وتدريبها وتأهيلها وتوزيع المهمات فيما بينها. نعم. اليوم بعد أن فرغوا من القضايا الأخرى وسلموا أجهزتهم للحوثيين، هم الآن متفرغين فقط لهذه الأجهزة، لهذه الجماعات الإرهابية لتدريبها وتكليفها بالمهمات، ويساعدهم جنوبيون يعرفهم القاضي والداني، يعني هم من الأنصار المخلصين لعلي عبد الله صالح، وهم كانوا مسؤولين في محافظة عدن. فبالتالي يعني تقمص لغة داعش أو تقمص لغة القاعدة أو تبني الخطاب الإسلامي المتشدد أو الجهادي أو الانتحاري، هذا ليس إلا نوعا من ذر الرماد على العيون. أما في حقيقة الأمر، هذه العمليات هي لا تخدم سوى الطرف الانقلابي، وكما يقول أصحاب علم الجنايات أنه إذا أردت أن تعرف الجاني فاسأل من المستفيد من الجريمة. نعم. لماذا داعش لا تعمل عمليات
في معسكرات الحوثيين ومعسكرات الحرس الجمهوري، لا تستهدف الا الطرف الذي يحارب الحوثيين والحرس الجمهوري. نعم، ربما هذا السؤال الذي لم نلقى له اجابه والذي عاده ما نكرره. اسمح لنا ونحن نتحدث عن الاجواء الامنيه في عدن ان ينضم الينا القيادي في الحزام الامني السيد منير ابو اليمامه عبر الهاتف من عدن. مساء الخير استاذ منير. النار. لو بدأنا بالحديث عن العملية الإرهابية التي استهدفت مجندين جدد في عدن، وما هي أبعادها وخاصة في ظل الاستهداف المتكرر لأمن عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل الأبعاد هي السياسية اللي يريد الانقلابيون بأن عدن المناطق المحررة قد تكون فيها فوضى، قد تكون فيها إرهاب. هذه بصباتهم، هذه دلائلهم. كثير من الذي اعتقلوا في حوزتهم هذه يعني الصلات، يعني يريد يثبت للعالم انه المناطق المحررة هي إرهاب، هي داعش، هي وهي من عمل الانقلابيين. نعم، يعني أن هذه العمليات التي تحدث عنها بيان المكتب الإعلامي بأنها عمليات يائسة هي تأتي في إطار الانتقام من النجاحات الأمنية والعسكرية في مجال مكافحة الإرهاب؟ نعم. طيب، هذه عمليات يائسة إن شاء الله، والحمد لله أتمنى أن الأوضاع في عدن آمنة إن شاء الله، وما هي إلا هذه يعني أنفاس أخيرة إن شاء الله يعني يعملها الانقلابيون واعوانهم، ولكن الحمد لله رجال الامن هنا وقوات الحزام الامني موجوده باذن الله. نعم، اذا استاذ منير، ما مدى يعني توائم اعمال الحزام الامني وامن عدن معززا لتوجهات الجيش والمقاومه في مجال مكافحه الارهاب؟ الحمد لله في عمل منسق مرتب باذن الله يعني بينه، وكان شهر أغسطس يعني كثير تم القبض على كثير من الخلايا الإرهابية قبل تنفيذ يعني العمليات الإرهابية. الحمد لله يعني في توافق وفي عمل منسق بيننا. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ منير أبو اليمامة القيادي في الحزام الأمني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك دكتور رعي الدروس. دكتور رعي الدروس، يعني برأيك هل يمكن الحديث عن دور الحكومة الشرعية في هذه النقطة، خاصة وأنت تتحدث عن غيابها في عدن وأن وجود يعني هذا الغياب يؤطر مسألة أن عدن غير آمنة ويعني ينقل هذه الصورة للآخر؟ نعم، هذا جزء من الأهداف. يعني الهدف الأول كما قلت هو زعزعة المشهد الأمني وخلق حالة من الخوف والذعر والهلع بين المواطنين، والهدف الثاني هو التأكيد على أن العاصمة عدن ليست جاهزة لأن تكون عاصمة، وهي كانت عاصمة على مدى يعني على مدى قرون يعني، لكن للأسف الشديد كما قلت المفترض ان الحكومه والوزارات بكاملها موجوده في عدن، وهي ستساهم في ترسيخ المشهد الامني، لا ان يتهربون وينتظروا حتى يرتبوا لهم المواطنين الاوضاع الامنيه ويعودوا امنين. التضحيات التي يقدمها شعبنا في عدن وفي المحافظات المحرره تستحق من واحد وزير ان ياتي زياره لعدن ويعتبرها دوله صديقه ويزورها، بدلا من المكوث خارج اليمن وخارج عدن والاكتفاء بالمشاهدة عن بعد والحديث عن بعد. كيف سيشكل وجودهم فارق دكتور عيدروس، خاصة وهناك وجدت عمليات إرهابية في ظل وجود جزء كبير من الدولة ومن الوزراء؟ يعني وجودهم سيعزز الثقة عند المواطنين بأن هؤلاء مسؤولين جاءوا يشاركون في السراء والضراء، لكن بقائهم في الخارج يعطي مؤشر سلبي عند المواطنين بأن الحكومة غير آمنة تعود إلى عدن، وبالتالي لن يبقى في عدن إلا المضحين بحياتهم. يعني بمعنى آخر أنه السلطة مفروض تعيش حياة الناس في عدن،
تعيش معاناة الناس في عدن حتى تقدم على معالجات. للأسف الشديد الغياب عن عدن هو مدد عمر الأزمات التي تعاني منها عدن. ومع ذلك أنا أقول، وأنا لي تواصلات مع ناس جاءوا من عدن قالوا لي لا تصدقوا النصف الفاضي من الكاس. عدن مملوءة بالمشاهد المطمئنة، الأمور تسير صحيح ببطء، صحيح يعني بوتيرة غير رفيعة، لكنها تسير بشكل ممتاز، والحياة تعود إلى طبيعتها، والخدمات التي دمرت سيتم إعادة بنائها ولو بالتدريج. وبالمناسبة يعني علينا أن نتذكر أن هذه الحادثة هي حادثة جرت في مدرسة. للأسف الشديد هناك أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة، لماذا يفشد الناس إلى مدارس ويجرى الإعلان عن هذا، مع أن حادثة رأس عباد وحادثة معسكر بدر كانت كافية لتعليم الناس كيف يعملوا في ظروف أكثر تكتما وأكثر أمنية. يبدو لي أن الأخوة القائمين على هذه الفعاليات ما يزالون يفتقرون إلى الخبرة الأمنية والاحترازية التي تساعد على حماية أرواح الناس. وفي كل الأحوال نسأل الله أن يتغمد الشهداء بالرحمة. نعم، إذن شكرا جزيلا. عفوا دكتور عيد دروس، يعني ابقى معنا، سنذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليك. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عيد دروس. دكتور عيد دروس، لو تحدثنا عن الاستراتيجية العسكرية والأمنية لمكافحة الإرهاب، هناك تقدم عسكري في هذه المواجهات، لماذا لا يصاحبه تقدم أيضا أمني واستراتيجية أمنية معينة للحد من مثل هذه العمليات الإرهابية؟ هو يبدو لي أن هذه الاستراتيجية هي قائمة، ولكنها يعني عملية تحقيق مآربها تحول دون مجموعة من العوامل. الجزء الأكبر منه أولا هو محدودية خبرة الأجهزة الأمنية الحديثة في عدن. الأجهزة الأمنية للأسف الشديد، وأنا ذات مرة تناولت في رسالة مني إلى محافظة عدن، لم تستفد من الكوادر الجنوبية التي أبعدت من 94. صحيح أن جزء كبير منهم بلغوا سن التقاعد والشيخوخة، لكن جزء كبير ما يزال قادر على العطاء من رجال الاستخبارات، أجهزة الأمن، أجهزة البحث والتحري والرصد والمتابعة. هؤلاء ما يزالوا موجودين وقادرين على العطاء، وهم كانوا مبعدين طوال 25 سنة، يمكن الاستفادة من خبرتهم. يبدو لي أن الأخوة يستفيدون من خبرات جديدة بإدخال التكنولوجيا الحديثة من خلال التدريب والتأهيل، وهذه العملية تتم ببطء شديد. الاستراتيجية مواجهة الإرهاب يجب أن تكون شاملة أولا، وثانيا أن تكون معززة بأدوات تحقيق غايات هذه الاستراتيجية، وهي المواجهة المباشرة للإرهاب والعمليات الاستباقية التي تحول دون حدود عمليات إرهابية تؤدي إلى سقوط ضحايا. باعتقادي أنه لو رسمت من هذا الاستراتيجية، ما هو المانع من إدماج هذه الكتلة كما تحدث، خاصة أنه لا يوجد بينهم أي انقسام وأن هناك توائم وتوافق؟ المشكلة أن يعني في مشكلات أحيانا حتى نحن الكتاب والمتابعين عن بعد تغيب عنا. يعني أنا كنت أتواصل مع أحد الزملاء قال لي نحن الآن لدينا، كنت أكلمه على استيعاب الكوادر المؤهلة والتأهيل والتدريب، قال نحن نعطي الجندي باليوم 1000، اللي يجي يعمل معنا يعمل زي المتطوع، نحن ليس لدينا موارد مالية. يعني يمكننا أن نتخيل أنه الأخوان الذين يشتغلوا في الأجهزة الأمنية هم أشباه المتطوعين، حتى أولئك الذين أرسلوا دورات تدريبية وعادوا للعمل كثير منهم لم تعطى لهم أرقام عسكرية، واعتمدوا بشكل رسمي كضباط أو كجنود حتى في المؤسسة الأمنية. هم يزالوا يشتغلوا باليومية، يعني يشتغلوا بمقابل 30,000 بالشهر لمن يشتغل. يعني هذا الجزء. ثانيا التكنولوجيا التكنيك، ما يسمون الوسائل التكنيكية والتكتيكية للقيام بالأعمال الأمنية بوسائل حديثة ما تزال غائبة. يبدو لي أنهم يحصلون على بعض التأهيلات وبعض الإمكانيات من بعض الأشقاء، لكن هذا أيضا
يعاد بناؤه من الصفر. انا اتصور انه نحن نخوض مباراه غير متكافئه بين طرفين، طرف يمتلك كل الامكانيات وهو طرف اجرامي، يعني وظيفته القتل ولا شيء غير القتل، وطرف يدافع عن ارواح الناس بأبسط الامكانيات المحدوده. ولذلك يجب ان تنتقي مستويات الطرف المواجه، طرف الاجهزه الامنيه، الى ان تتفوق على الطرف الاجرامي لتقهره. ما دون ذلك سيظل المجرمون هم اصحاب المبادره وهم في المركز، يعني في الموقع المتقدم، في الموقع الهجومي. يجب ان ينتقل الامن الى موقع الهجوم، وكما يقول العسكريون ان افضل وسيله للهجوم للدفاع هي الهجوم. اذا شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والاعلام، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. ننتقل الان للاستاذ فضل العيسائي الناشط السياسي من نيويورك. مساء الخير استاذ فضل. مساء النور، يا هلا فيكم ونتشرف مع بالمقابله. لا بأس أستاذ فضل، يعني كان معنا الدكتور عيدروس النقيب وطرح مجموعة من النقاط ربما أبرزها أن هناك هدفان أساسيان لإرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق، هو إرباك المشهد الأمني وخلط الأوراق، الثاني أيضا زعزعة الثقة بالسلطة المحلية. تحدث أيضا أن هناك استخدام سياسي لمثل هذه الأحداث، هذه العمليات الإرهابية هي حرب تكميلية لتحالف الانقلاب التي تتم بأدوات إرهابية. ما رأيك بهذه النقطة؟ اولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونترحم على شهدائنا اليوم رحمه الله. ونعم، هذه هي الحرب لم تنتهي في عدن، والانقلابيين والمخلوع صالح لا زالوا تحت التكتيك ببناء الاطراف التي تضحي بنفسها كما داعش والقاعده التي هي مستمره من زمن. فهذه الاحداثيات اللي موجوده الاخيره هي تعود ان الحرب لم تنتهي بعد، ولن تستقر عدن حتى انه ينتهي صالح والحوثيين في صنعاء. نعم، يعني هل تربط انت بين يعني أنا تجد ان هناك خيوط ارتباط بين الانقلاب والارهاب؟ الانقلاب والارهاب هما الوجهين العمله واحده. اولا لو تتذكرين قبل فتره كانت في ابين، نعم، عندما كانت القاعدة وأيام سالم الله يرحمه، سالم القطن اللي قاد الحملة ضد القاعدة، والقاعدة انتهت خلال 24 ساعة، فهي بمعنى ما انتهت بس إنما عادت إلى سكناتها العسكرية، بمعنى أنه مجندين أو أنهم مجرد مرتزقة مع الإنقلابيين. فالآن عادت العجلة إلى الأمام في تشغيلها وبدء في العمليات الانتحارية الموجودة في المناطق المحررة. عدن مدينة آمنة لا توجد فيها من قبل ولا سمعنا فيها من السنين، فبدأت من بعد حتى أيام الحرب، أيام ما كان الانقلابيين في عدن ما سمعنا أي انتحاري نفذ عملية في عدن. لكن بعد الانتصار بدأت العمليات الإرهابية تنتشر بكثرة، وذلك يدل على أنه في ارتباط من المستفيد من الإرباك الأمني الموجود في عدن، واللي سمح للإنقلابيين أنهم يشتغلوا فيها في المال ويكون لديهم خطوط عمل في إرهابي في عدن. نعم، هل الأمر له علاقة بإفشال مشروع الدولة أم أنه امتداد لمعركات الإرهاب الموجودة في المنطقة بشكل عام من وجهة نظرك؟ طبعا هي ارتباط، عندما يكون المناطق المحررة غير آمنة وغير مستقرة يعطيهم خيوط دولية على مدها مع الآخرين، بأن المناطق المحررة التي يملكها الشرعية والتي تحررت من الإنقلابيين لا زالت فيها المشاكل ولا زالت فيها وهي تحت الخطر، وهذا يدل على أنهم متمسكين بخيوطهم التي دائما هم يزرعونها في كل مكان. كيف تقرأ أستاذ فضل يعني الاحتياطات والمحاذير الأمنية في عدن لمواجهة مثل هذه العمليات؟ هناك بصراحة عندنا مشكلة أمنية. طبعا المجهود اللي عمله اللواء شلال وعيدروس وأحمد، يعني كل القيادات اللي عملت في عدن كان ممتاز، ولكن هناك في خلل لعدم تجميعهم بغرفة عمليات واحدة. كلهم بيشتغل في مجاله، او كلهم بيشتغل بطريقته الخاصه للدفاع عن الامن والامان. لكن لما توجد على التحالف ان تبدا
بتعميم غرفة عمليات واحدة ويكون الأوامر من غرفة عمليات واحدة تديرها الشرعية وديرها التحالف، فالإرهاب راح يزول بأسرع ما تتوقعه. نعم، برأيك أستاذ فضل لماذا تم استحضار ورقة داعش بينما غابت ورقة القاعدة؟ هي كلها نفس اللعبة، مجرد أسماء بتتغير عند الحاجة. فبدأنا أنصار الله وأنصار الشريعة وأنصار والقاعدة في قبل سنوات، والآن صار داعش بحكم داعش صار له صيت وصار له دولة في العراق والشام. نعم. هم بيستغلوا التوقيت ويستغلوا الظروف الموجودة حاليا. نعم، يعني لو ربطنا بين حديث السفير الأمريكي في لقاء في جريدة الشرق الأوسط في وجود داعش في اليمن ويتحدث عن القاعدة، برأيك هل يأتي تغيير لافتة الإرهاب في إطار الاستخدام السياسي له من قبل الأطراف التي تقف ضد مشروع الدولة؟ الإرهاب هو دولي، صناعة دولية ومشترك فيها عدة مخابرات دولية كبيرة، لعبة كبيرة، وكل يستفيد منها حسب الحاجة والمتطلبات التي يريدها. وزير الدفاع أو من وزير الخارجية الأمريكي أو كل دائما يساعد الحوثيين بطريقة ما، يعني ما قدرنا نقرأ الخطوط الأمريكية. الأمريكية تبقى يعني اليمن موحد وتبقى اليمن بدون حرب، ولكن بتساعدهم بطريقة غير أخرى، فهذه لعبة دولية ما نقدر نقرأها في الوقت الحالي، ولكن قراءتها في المستقبل القريب. نعم، أمام هذه الأعمال الإرهابية أستاذ فاضل، يعني كيف تقرأ ردود الفعل المجتمعي ودورها في يعني الحديث عن هذه الأعمال خصوصا النشطاء المجتمعين؟ ولا احنا كمجتمع مسالم وبالذات في عدن والمناطق المحرره على كل السياسيين والامنيين ان يساعدوا بعضهم البعض بايجاد وحلحله الاشياء التي هي غير مشروعه في المناطق المحرره زي القاعده زي غيرها زي البلاطجه او الحاجه المأساة اللي هما فيها، وعليهم ان يبداوا بالتثقيف جميع الشباب من الابتعاد من هذه المشكله اللي رحنا في حاله الخطر بها. نعم، هناك تضليل للشباب كثيرا، ماذا عن مخاطر مثل هذا التضليل، خاصة وأن هناك إشارة في البيان الذي صدر عن المكتب الإعلامي في لأمن عدن للأهالي بالإبلاغ عن أي أبناء غابوا عن المنزل ولو لفترة قصيرة؟ أولا هذه المفروض كل الأسر اليمنية بشكل عام عندما يفقد أحد أبنائها عليها التوجه وتبليغ الأمن، أو بمعنى كل أسرة تعرف ولدها بأي اتجاه هو يمشي أصلا. فإذا بدأ في الحلقات وبدأ في أنه يغيب عن الأسرة فمعناته في شيء قريب. وبنفس الوقت لازم تعرفين أنه هناك في داعش أو بمعنى داعش اللي بيحتوي من الشباب هو بينظر دائما إلى العمر اللي أعمارهم صغيرة جدا ويكونوا فقراء. لو تلاحظين ان تربيتهم بيكونوا فقراء او تبع جمعيات خيريه او انه شباب عاطل عن العمل. اذا التحالف والسلطه تبنت الشباب بدمجهم بالجيش او تدريبهم او مساعدتهم على ايجاد عمل سوف تنتهي داعش وباسرع ما يمكن. نعم، إذا برأيك ما هي الرسائل التي يريد تحالف الانقلاب والإرهاب أيضا إيصالها إلى عدن في هذا التوقيت تحديدا؟ كلما اقتربنا من الأمان وبدأ عدن تتشكل فيه المقاومة الجنوبية والجيش والسلطة، بدأت الإرهاب يرسل رسائله بشتى الوسائل، دائما يبحث على تجمع سواء في معسكرات او سواء مدني بايصال رساله ان العالم ان عدن لا زالت تحت الخطر ولا يمكن ان الحكومه الشرعيه ان تعود الى عدن وتبدا عملها من الداخل بدل ما تكون في الرياض. فهذا هي الرساله انه لا يمكن الحكومه الشرعيه ان تعود الى اليمن بشكل عام. هم كلما حسوا ان اقتربت ان الحكومه او السلطه الشرعيه انها سوف تعود الى عدن بدأوا في الانفجارات وبدأوا يحركون الخلايا النايمة اللي هي معهم من زمان زرعوها من فترات.
إذن أمام هذه التحديات الأمنية والسياسية أستاذ فضل، ما الذي يجب على قوى الشرعية بكل أطيافها أمام يعني أن تقوم به؟ أولا تتحلى بالصبر، ويجب أن تعرف أن الإرهاب موجود في عواصم دولية منها أمريكا ومنها فرنسا وغيرها، ومش قادرين أن يسيطروا عليها بهذه السرعة، لكن على السلطة الشرعية أنها تبدأ بالنزول إلى عدن والعمل من هناك. إذا ما عدن معنا مأرب، وإذا ما مأرب معنا عدة مناطق يقدر الحكومة الشرعية أن تبدأ فيها وتبدأ تملك أصحاب الأرض. أصحاب الأرض تتعامل معهم، تأخذهم في تحت الجناح السلطة، وراح تكون سهلة، ويكون الأمن والأمان يبدأ عشان يتغير حتى من الاقتصاد متردي في عدن، في غير في المناطق المحررة، وذلك بيساعد على انه اصحاب المال انه يسحبوا كل المرتزقة او الشباب اللي بدهم فلوس، فهم بينظرون لها منظر مادي. فبعضهم من الشباب انهم يروحوا مع القاعدة، ليس حبا في القاعدة او حبا في القتل، ولكن حبا في المال، لانه لا يوجد عنده مال. السلطة الشرعية والتحالف عليها أن تركز على هذا الموضوع بالذات، لأنه مهم جدا بين الشباب أوساط في المناطق المحررة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فضل العسائي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك، وشكرا أيضا للضيوف الذين كانوا معي عبر الهاتف، دكتور عيدروس النقي والأستاذ الخضر الأسور، وكذلك الأستاذ منير أبو اليمامة. والشكر أيضا لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن يمن على بلادنا بالأمن والأمان. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.